نرفع سقف أحلامنا إن إحنا عايزين نشوف نظام محلي، خليني مش هقولك مختلف، لا مش هقولك متطور، هقولك مختلف عما كنا يعني نتعامل بيه زمان. الشكل القديم ده مش هو اللي في دماغنا. واحد، احنا عاوزين نشوف المظهر الحضاري بتاع كل مدينة وكل محافظة يعود ليها كما كانت، هويتها البصرية تبقى كلها متسقة مع بعضها البعض، تستعيد رونقها، عايزة تفرج على المباني وهي بتستعيد بهائها الجميل بتاع وقت ما اتبنت. في عندنا في كل محافظاتنا بالمناسبة مباني أكتر من رائعة في تصميمها المعماري بحكم شغلانتي على سبيل المثال. فمثلا أنا باجي هنا ماسبيرو كل يوم، فلازم أعدي على شارع القصر العيني من أوله لحد آخره، من أوله لحد، باخد شارع القصر العيني من أول ما يبدأ كده من عند فم الخليج، في فم الخليج اللي هي على الكورنيش دي، مش ده بداية القصر العيني، ميدان فم الخليج نفسه هو أول شارع القصر العيني. فهتلاقي واحد شارع القصر العيني حتة عمارة، يا خبر أبيض يا خبر أبيض. اتفرج على شارع القصر العيني ده يمين وشمال، اوعى، ولا مبنى هيئة السلع التموينية بتاع وزارة التموين والتجارة الداخلية، يا خبر أبيض. أنا بقى نفسي أشوف المباني دي ترجع زي ما كانت يوم ما اتبنت في يمكن بدايات القرن العشرين، يعني عشرينيات القرن كده، دي كانت بداية هذا الشارع بالمناسبة. عايز أشوف ده في بقية المحافظات وبقية المدن، يا ترى هيحصل إيه؟ معانا على تليفون دكتور خالد قاسم يحدثنا في ذلك. ازيك يا دكتور؟ مساء الخير على حضرتك استاذ يوسف، من اجواء الكوب 27 من شرم الشيخ على اهلنا في كل محافظات مصر يا فندم. وعايز اكد على كلام حضرتك انه بالفعل وفقا يعني في تكليفات للقياده السياسيه ببناء نظام محلي يعني يعيد المظهر الحضاري للمحافظات المصريه، وبالفعل احنا شغالين على ده. وزي ما اعلن يعني مع الوزير اللي هو هشام امنه وزير التنميه المحليه عن اعتماد دوله رئيس مجلس الوزراء لتعميم الأدلة التصميمية، أصبح لدينا أدلة تصميمية للإدارة المحلية للمواقف اللي موجودة في المحافظات المصرية، والآن بده عندنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وده بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي، عمل الأدلة دي يعني وطلعة ومتسقة مع خطة وزارة التنمية المحلية عشان نقضي على فوضى المواقف العشوائية واستعادة المظهر الحضاري للشارع المصري. والمواقف دي يا فندم في مواقف داخليه وفي مواقف خارجيه اللي هي بتنظم عمليه الانتقال السيارات ما بين المحافظات، كذلك المواقف الداخليه اللي بتنظم حركه الانتقال ما بين الاحياء المختلفه او المراكز او المدن المختلفه داخل كل محافظه من المحافظات. طيب الادله دي عباره عن ايه؟ الادله دي عباره عن تخطيط وتصميم وكمان تنفيذ للمواقف دي على مستوى القرى والمدن علشان نوصل لنموذج مقترح كده فندم لتقييم مدى استيفاء المواقف الحاليه اللي موجوده. يعني احنا من المواقف المخططه موقف السلام عندنا في القاهره مثلا، يعني ده معمول وفقا لمعايير تخطيطيه وتنظيميه. ده ال 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 النموذج ده والنماذج الاخرى كأدلة استرشاديه اتحطت واعتمدت، دي هتبقى تحت ايد الساده المحافظين ومتخذي القرار علشان يحددوا جدوى تطوير المواقف دي في مكانها ولا ننقلها، ولا لما ننقلها لمكان اخر اين هو هذا المكان الاخر اللي يبقى مطابق لاحتياجات المواطنين. يعني ما ننقلش الناس عشان تروح الموقف، لا، هي الفكره كلها انه المواقف دي تلبي بالفعل احتياجات الناس وتصل ليها بشكل يعبر عن الاشباع بالنسبه لهم. احنا بالشكل ده بنقول والله احنا كده الموقف ده حقق الكفاءه والفعاليه في نفس الوقت عشان نقدر كمواطنين نستفيد ويحصل تنميه عمرانيه سواء للمدن القائمه او بالنسبه للمدن الجديده. فهمت. طيب ده كلام اكتر من رائع دكتور خالد، لكن كمان على خط موازي لو صح التعبير، هل هنبدأ نشتغل برضو يمكن عايز أسميها بحماس أكتر وبوتيرة أسرع في مسألة استعادة المدن؟ أنا عارف إن احنا عندنا خطة كبيرة لاستعادة الشكل الحضري بتاع عواصم المحافظات، لكن
محتاجين ان احنا يمكن شويه نسرع الوتيره بتاعه استعاده هذا الشكل، ترميم المباني والطرق والطرز المعماريه الحلوه اللي كانت موجوده في مختلف محافظات الجمهوريه وفي مختلف مدنها مش بس في العواصم. بالفعل يا فندم، انت طبعا حضرتك يعني اثرت كلمه مهمه جدا. لو شفنا القاهرة الفاطمية ولو شفنا كمان ميدان التحرير، عواصم المحافظات نفس الشيء، يعني المباني اللي فيها الحضارية اللي الطرازات بتاعتها بيجيبوا مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بنجيب الكتالوجات بتاعة المبنى وقت إنشائه، وهم في عملية الترميم وعملية الدهانات والحاجات دي كلها، بحيث انها ترجعه زي ما وجه التصميم بتاعه، بحيث يبقى احنا بنحقق فعلا النسق الحضاري بالنسبة للمباني من ناحية، بالنسبة للميادين كمان اللي موجودة من ناحية تانية، حتى كمان الحجم الاعلانات يا فندم اللي مفروض يتحط في الميدان ده يبقى متسق مع الميدان نفسه، يعني ما يبقاش اعلان كبير جدا في ميدان صغير حضرتك تحس ان في حاجه غير عاديه او غير مرغوب فيها موجود. كل ده مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بيتم في على مستوى المحافظات. كذلك الامر ليس في المباني فقط ولكن في التماثيل كمان، ده بيتم بعد الرجوع والتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. طيب كذلك المنازل الخاصة بالقيادات واللي مرت على الدولة المصرية، زي ما مثلا في محافظة أسيوط بالفعل نسقنا مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري فيما يختص بها مع المحافظة، بحيث أنه لما نرجع الشيء لأصله ويترمم يبقى حافظنا فعلا على مظهر الشيء ومظهر المكان ومظهر الميدان مظهر المباني، بحيث بالفعل نحافظ على التراث الحضاري اللي موجود عندنا. طب دكتور خالد، أنا ليا طلب. اتفضل. اسكندرية محتاجة نظرة يعني مكثفة. اسكندرية في داخلها المنطقة بتاعت شارع فؤاد ومحطة الرمل والنبي دانيال وبتاع، كم فوضى بصرية مخيف 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 بالمعنى يعني الحرفي مخيف. خليني أقول لك أنا كمواطن الحقانية. أيوة الحقانية، حضرتك أستاذ في الأكاديمية كمان، دار الحقانية وحضرتك أدرى بقى دي بتاعتكو. أيوة الحقانية. أيوة. حاطين بيعلقوا الباعة الجائلين معلقين عليها ما ينفعش أقول. ايوه وكمان كمان عندك ميدان محطه مصر واللي كان موجود فيها. يعني انا بقول لحضرتك وزي ما احنا رحنا بالفعل علشان نتابع الاعمال على الارض مع الساده الزملاء في المحافظه هناك فيما يتعلق بالهويه البصريه لميدان المحطه بالمباني اللي موجوده فيها، حتى خطه نقل يعني اخواتنا البائعين اللي هناك، بحيث تبقى الامور موجوده بشكل حضاري. يعني كل ده ماخوذ في الحسبان، ويعني ولو رجعت حضرتك للسيد المحافظ هيقول لحضرتك على التفاصيل. فعلا في تعاون مع الهيئه الهندسيه في هذا الشان، وفعلا تم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بحيث انه تم الكتالوجات بتاعه الاماكن دي موجوده، وعندنا يعني مكتبه الاسكندريه وهي ما هي طبعا. موجود فيها كل الاصول بتاعه شوارع الاسكندريه، وبالتالي المباني الشهيره اللي عندنا واللي موجوده، الميدان بتاع الساحه بساعه الورود برضو لو حضرتك يعني في اي زياره قريبه لو رحتها، يعني من كام يوم كنت هناك وبصيت على المنطقه فعلا، يعني حضرتك ده عند محطه مصر في على ناصيه شارع فؤاد مع شارع ابو قير يا فندم، يعني في المثلث بتاع السلطان حسين مع فؤاد مع شارع ابو قير هناك ساعه الورود دي، الحديقه دي كلها حصل لها نوع من التنسيق الحضاري اللي هو يعتبر على يمينها الشلالات الشماليه اللي هي جنينه الشلالات الشماليه. فطبعا المنطقه دي كلها منطقه تراثيه، يعني وحديقه شلالات سواء الجنوبيه أو, او 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 الشماليه دي حضرتك يعني حاجه يعني اثر مهم جدا 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 محطوط لها خطه. انا عايز بقى ايه افرع، يعني عايز اخش ناحيه كليه الطب والمشرحه بتاعت الكليه. أيوة والحته دي. أيوة كلها اروح داخل سلطان حسين دي. أيوة واروح داخل بقى واخد كل وسط البلد بتاعت اسكندريه والكورنيش بتاع الحقانيه تتساب كده. الحقانية
يعني انا خليني اقول لحضرتك هتابع مع الزملاء في اسكندريه ارجوك ونشوف هذا الامر ان شاء الله. ارجوك يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور خالد، كل الشكر دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه. اصل اسكندريه دي هي جزء لا يتجزا من وجدان المصريين.